سيدي، في حركة ما عجبتني بالفرقة. حركة شو؟ امبارح طلبوا ملف جماعة التخابر وأخذوا معلومات عن الدكتور منصور. مين هدول؟ المقدم فايز سيدي. ايه سيدي، عم يسأل مين جاب المعلومات عنه والتقارير اللي كتبناها بأسماء وهمية. طلب من عنصر بالفرقة يطلع عن النفوس ويجيب إخراج قيد عن كل واحد منهم، وبده عناوينهم كمان. ليه؟ هاي سيادتك لازم تعرفها سيدي. طيب شو في كمان؟ سماهر محمود. شو بقى؟ سيدي بس بدي أعرف إذا هي زوجتك أو لا. هي زوجتي. زوجتي وطلعت لها، ما عرفت إنها هي ضد البلد. هي شيء هي. لا عفوا سيدي، بس حبيت أعرف مشان إذا سألت. فيك تشيل اسم سماهر من الملف؟ سيدي صار بأرشيف قسم المعلومات، يعني ما عاد فينا نتحرك بالمرة، خاصة بعد المدونة اللي عملناها والتعليقات اللي نزلت على المواد. موضوع فايز انا بشوفه، انت خلي عينيك مفتحه. منصور ما بدي ينفذ ابدا، وكل اللي وقعتهم على التقارير بتحكي معهم بتفهموا شو يحكوا اذا انطلبوا. حاضر سيدي. ناصر انا معتمد عليك. ولا يهمك سيدي، احترامي. صباح الخير. شو بتشرب قهوة؟ يلا جاي لعندك. السلوك الإنساني يجب أن يبتعد عن التقديس، وبهذا المعنى كل الأفعال الإنسانية خاضعة لشرط التحليل والموازنة، باستثناء الأشخاص الذين اصطفاهم الله لإنزال كتبه. شو يعني بالأفلة؟ شو وضعه هذا السلوك الإنساني؟ يعني منيح ولا نص نص؟ يعني السلوك الإنساني لازم يبتعد عن التقديس، والأفعال الإنسانية لازم تكون خاضعة لشرط التحليل والموازنة. لعمة، شو هالإفادة هي؟ شو هالإفادة؟ لك شو هاد؟ هلا بجربك بياع الحمص رح يفهم عليك شي؟ ولك إذا أنا يا دوب عم سكج حالي. بسط يا فرج، بسط بسوق الحميدية. يا صباح الأفعال الإنسانية. نعم؟ لك عم نصبح. بلشت توزيع الكتب ولا لا؟ فقت بكير وهبط قلبي وقت شفت رزم الكتب، قلت خليه يقرأ لي شوي، يعني معلومك طباخ السم بيدوق. هلا انت عم تقرا بكتاب الاستاذ؟ ايش شو يعني؟ هدول الكتب ما بيقربون غير الاساتذه؟ لا لا ما قصدي، بس ما توقعت. لا توقعي. طيب امتى رح تبلش؟ لازم اليوم نخلصها؟ بس خلص من الافعال الانسانيه. شو الافعال الانسانيه؟ هي علينا شو بدي ضل اشرح لك؟ السلوك الانساني لازم يكون موازن ومحلل. طيب كيف الدكتور منصور عبود؟ مين منصور عبود؟ هذا الدكتور اللي وصلته كثير بتمك وعم صار عنه. هاد تبع مواد الانترنت؟ ايوه. بس انت بتعرف كيفه اكثر مني. انا اللي عم بجمع عنه معلومات ولا انت؟ بس انت صاحب المعلومات. شو قصدك؟ قصدي انك معلمنا، والمعلومات طول عمرنا بنجيبها منك. فايز ليش شغلك موضوع؟ اي مواطن انا بيشغلني، مو بس هاد. قلت لي شو شايفك عم تحاضر يا؟ لا يا سيادة المقدم، في حدا بيسترجي حاضر فيك.
شو بدك بهالزلمة؟ والله مواطن فايز رؤوف. كأنك بلشت ترفع صوتك بمكتبي ما هيك؟ فايز نحن بنعرف بعض من 15 سنة، يعني ما في داعي للطريقة اللي عم تحكي معي فيها لأنه مكشوفة كتير بالنسبة لي. منتبه بأنك عم توجه لي اتهام على ولا شيء. شو بدك بمنصور؟ أنت ليش مهتم فيه كتير؟ لأنه بالمرة الماضية حاولت تطعني بنزاهتي وتوجيلي ده. لا يا سيدنا لا، ما عاش اللي بده يتهمك. أنا ببساطة وصلتني هيك معلومة بتقول أنه المقدم رؤوف طلب من صاحب موقع معارضة بأنه ينزل مقالة باسم حدا تاني. جيت وسألتك، هاي هي كل القصة. بس ليش عم تتابع؟ يعني أنت ما صدقتني مثلا؟ رؤوف، إذا في شي بدك تقلي إياه اللي إياه بدون أسلوبك اللي بحبه. الموضوع بيهمني بشكل شخصي، بتمنى أنك تبعد عنه. بس لازم أفهم. بيكفي قلك أنه هذا واحد عم يشتغل ضد البلد. هاي بعرفها. اللي بعدها فايز، يا بتقلي كل شي وما لك مضطر طبعا، يا بتتركني شوف شغلي. شغلك طبعا. هذا البني آدم عم ينزل مواد على الانترنت وبسب فيها البلد، وأنا لازم حقق بالموضوع. بس المعلومات من اختصاصي. وقت بتوصل القصة للبلد ما بيعود فيها اختصاصات. فايز، فيني أطلب منك بحكم الصداقة والزمالة تترك الموضوع بشكل نهائي؟ فيني أطلب منك تجاوبني، أنو أهم برأيك، البلد ولا الصداقة؟ تاسمني تعبي. هلأ هيك صارت القصة؟ طبعاً هيك. بس بحب لك إن هذا الموضوع تبع الدكتور وجماعته أنا اللي كشفته، ولعبتك ما رح تجيب نتيجة. يخرب بيتك، أو هم خيطت قصة جديدة مشان تخفي عملتك. العمى شو هالبني آدم؟ ألو. سلامات سماهر. أهلين صلاح، كيفك؟ طمنيني، شو الأخبار؟ كل شي جاهز. خبرت أصدقائي الصحفيين لحتى يجوا على الأمسية، ودعيت كم تلفزيون وكم إذاعة. ممتاز، يعني ساعة الصفر بكرة المساء. مزبوط. متوترة شي؟ ما بعرف. ما لا 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 تخاف علي. ممتاز، انا كمان رح خبر رفقاتي مشان نحضر بكره الفيلم مع بعض. قصدك الامسيه؟ خلينا نسميها امسي فيلمي. اوكي صلاح، ماشي. مع السلامه. مع السلامه. أبو وليد. أهلين. أهلين وسهلين. أهلين أختي أم جابر. أنا بعرف أنه ما في رجال بالبيت، بس لازم أحكي مع سناء لو بتسمحي. إيه أهلا وسهلا، تفضل تفضل. أهلين عمو. أهلين عمو، تفضل. يلا يلا. يا بنتي أنا جيت أحكي معك. أقسم بالله العظيم وليد أخذ المصاري مني. عمي أنا وحدة تافهة وكلبة، سرقت أهلي مشان أتجوز أنا وابنك، بس ابنك ضحك علي وطلع حرامي سرق حرامي. فالله يخليك يا عمي ويطول بعمرك. بيتنا رح ينحجز ورح ننزل بالشارع، لازم تخليه يرجعون. بوس رجليك يا عمي. استغفر الله يا بنتي، طولي بالك. لك يا بنتي أنا رجال كبير وما بقى من العمر قد ما مضى. إذا عم بتقولي هذا الكلام لأنك تقتلتي معه أو فسخ خطبتك، قليلي أنا مالي لقيان. أقسم بالله العظيم مثل ما قلت لك صار، سرقت المصاري ورحنا لعندكم على البيت، حطيناها بالصندوق اللي تحت تخته، وعطاني مفتاح القفل اللي حطوا عليه، وإذا بدك بروح بجيب لك يا. لا لا لا، ما في داعي يا بنتي، ما في داعي. يا بنتي
بتعرفي قديش أنا بحبك وقديش كنت عاملك منيح. يعني أنا مسلف بالخير ولازم لاقي خير. بترجاكي إذا هالحكي مو مزبوط. المصاري مع وليد، إذا ما رجعوا أنا ما رح أترك جابر يخبر الشرطة، أنا رح أخبر الشرطة وإن شاء الله روح مؤبد. علقت مع فايز لأنه عم يدور على موضوع منصور. ليش تعلق معه؟ لأنه ما فهم إنه يبعد عن طريقي. بس نحن متفقين إنه بهالمرحلة ما بيجوز يصير في تصعيد. قلت لك لا بعد حاضر فيني يا صلاح، لا بعد حاضر فيني، أنا ماني طالب عند ال خلص بقى يا أخي. ألو معك. شو ساوي هلا؟ ما بدي حاضر. صلاح ألو معك معك. الموضوع لازم ينضب. لا عاد بدي موضوع الدكتور منصور ولا غيره. بدي اياه ينضب وبس. وبس؟ ايه وبس. طيب ماشي، اتركني شي نص ساعة زمان وانا برد بطلبك. اسمع، انا صرخت عليه بمكتبه وبهدلته بعدين ما رح يروح بسرعة. طيب طيب ما مشكلة، اتركني نص ساعة زمان وانا برجع بحكي معك. بس بدي منك شغلة. شو بدك؟ بدي رقم المقدم فايز الموبايل. شو بدك فيه؟ بدي احكي معه. تحكي معه؟ انت اعطيني اياه وتركني افكر بالقصة. ليش بدك تحكي معه؟ هلا مو براسي شيء وبجوز ما احكي، بس خليه معي على سبيل الاحتياط يعني. طيب هلا بعت لك يا مسج. خمس دقايق بس استر على عرضك، إذا حدا شافنا بتعمل لي قصة. كتر ألف خيرك. اشتقت لك كتير يا ابو، والله اشتقت لك كتير. أنا جاي لحتى أقول لك ما حخبر الشرطة عن سناء، اللي رح رد المصاري ورح أوفي القرض، رح شيل الحجز عن البيت. الفترة الماضية يا ابي اللي قسيت فيها علي، قسي الزمن معك وزعل مني على زعلك حتى ما عدت أعرف حالي. كثير ضعفت بلاك يا أبو جابر، والله كثير ضعفت بلاك. بس هلا صار لازم تقوم يا أبو جابر لحتى تشوف ابنك شو ساوى. أبو جابر أكيد احتم قصة كثير. لو سمحت مالي موبايلك شوي. موبايلي خالص الشحن تبعه، ثواني بس. شكرا. الو. احتراني سياده المقدم. اهلين. مين؟ سيدي حضرتك عم تبحث بموضوع منصور عبود وشو عامل معه المقدم رؤوف؟ مين عم يحكي؟ سيدي إذا كان الموضوع بهمك ما
بكره المساء في امسي المركز الثقافي العربي بكفر سوسي، وراح تنحكى قصه رؤوف بالكامل ومن على المنبر. اذا الموضوع بهمك بعت حدا من طرفك. الو الو، يسلم، شكرا كثير. اهلا وسهلا. ولو تعال عندي. تمام سيدي. مسك هذا الرقم، اعطيه للمساعد فادي، خليه يعرف لي صاحبه بسرعه. حاضر سيدي. وبدن ياخذوك على السجن كمان. ابن الكلب. لك قوات ابن الكلب. هلا قال لي وين مخبي المصاري؟ وين الشرطه؟ ولك وين مخبي المصاري؟ ولك يا وليد. تزلقني. عم تكذبني لحتى تشوف اذا انا حرامي ولا لا؟ عيب الشوم. ولك عم تكذب وانت بهذا العمر؟ خلاص ولك. لا ماني خرسان، ماني خرسان، لاني مهور وصلت معي لهون لهون. الشرطه، الشرطه وين المصاري يا عيب الشوم؟ يا عيب الشوم يا كبير. المصاري بدها ترجع يا وليد. ولك مصاري شو يا ابي؟ مصاري شو؟ ولك تعا تنبرني انت الثاني، تعا حط لي بتمي لهاي. لك انا تعبت، تعبت من هي القصه والله العظيم. حرام عليكم يا جماعه. ولك يا وليد نحن طول عمرنا ناس نضاف. نضاف يا أبي، بإذن الله رح نضلنا نضاف. إذا أنت شاكك فيني ومانك مصدقني، أنا هلا بترك البيت وبحياة عمرك ما بتشوف الشي مرة تانية. بس البنت حلفت 100 يمين إنه أنت أخذته. لك أبي حلفت، حلفت إيه شو يعني؟ ولك كل يوم ألف واحد بيحلف كذب، بتصدقها لو بتكذبني. ولك أنا ابنك، ابنك، ابنك اللي ربيته كل شبر بندر. لك فهم بقى، فهم إن شاء الله. ولك هدول عم يعملوا هيك لانه انا تركت البنت، بدهم يذلوني، بدهم يكسروا لي راسي. فاهم بقى؟ حرام عليك، هدول عم يخربوا العلاقه بيني وبينك، بدهم يذلوني. كمل حليف على كتاب الله انك بريء. لا ما بحلف. ليش؟ لانه هذا كتاب الله يا ابي. الواحد مو طالع على الناس اللي بحط ايده وبيحلف عليه. لا بدك تحلف. لا ما بحلف ابي. بوس ايدك، بوس ايدك، بوس ايدك. الله يوفقك، طلع انت بالقصه، الله يوفقك. ما بحشي لك ابني، بدي اطمن قلبي. طمن ابي، طمن، طمن. اصبح حليف. لا تجبرني يا أبي، لا تجبرني أحلف على كتاب الله مشان وحدة مثل هي. لا تجبرني بوس إيدك. مو هي اللي عم تجبرك، أنا اللي عم بجبرك. رح أغسل إيدي ورح أجي أحلف، بس مشان أنت وابني.
تفضل سيادة نقل الديارة. يعطيك العافية سيادة النقيب. راجعنا بكرة بنفس الموعد. بس أنا عندي عيادة وعندي مرضى عم يستنوني. ونحن عنا البلد. بكرة. الشرطة وجه فتشيت ولي ولا متبادل على المزبوط. مش عم تكمل كمان حلفنا على القرآن كذب. الله يستر. ناكر المعروف ويا ويلي قلت لي اخر العمر ولد بده يدير المعمل ولك هذا الولد هو اللي عم يطعمي عيلتك يا واطي. استاذ الله وكيلك انا ما حكيت شيء. الله وكيلك ما حكيت. لا حكيت والله ما حكيت. تعا يا ابو نزار تعا. حاضر استاذ. حكى ولا لا؟ حكى ولا لا؟ حكى استاذ. والله لولا انك عم تخدم هالمعمل من سنين لخليت كل هدول الموجودين ها كلهم يبسقوا عليك واحد واحد ويشوطوك لبرا شوط. بس كرمال العشره رح زدتك برا. بس استاذ الله يخليك بعتولي المحاسب. بوس ايدك يا استاذ. الله يخليك يا استاذ. بوس ايدك. ولا حرف. واصلي معي لهون. اللي عاجبه ولد يدير المعمل بيبقى وما بيحكي ولا كلمة. لأنه كلياتكن كلكن ها عم تطعموا ولادكن من هذا المعمل. من معملي. يعني أنا مفضل عليكن واحد واحد. واللي مو عاجبه الباب بفوت جمل. وإذا حدا بيجيب سيرتي بكلمة بدي امسح فيه الأرض. والله بنخرب بيتي. والله عندي مره اولاد يا استاذ. والله استنى بعدي يا استاذ. والله اخر مره يا استاذ. اخر مره هون استاذ. صفي له حسابك استاذ. ابوك ايدك اخر مره يا استاذ. ابوك ايدك. والله اخر مره يا استاذ. ليه لحيك؟ ولك انت مو عيب على شيبتك. اشتغل جاسوس باخر عمرك. انا قلت لك الحكي لما كنا بالاستراحه وما كان حدا غيره وغيرك. يعني انت رحت وقلت له عيب على شيبتك عيب. اقسم بالله ما لا تحلف في الله يا ابو نزار. انت عندك اولاد شباب وعيب عليك تشتغل عوائل الواحد ولد. عيب يا ابو نزار عيب. تفضل صفي لك حسابك. شرف سيدي. اشرف ما انا اشتغل عند ولد بهدل ابوه زلو. والرزق على الله. والله ما بينسى عباده. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا تفضل تفضل. لا حول ولا قوة. تفضلي وقعينا ولا سمحت. تفضل معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بلدي يا سيدي.
جاي خطرة بكرة تنفيذ إنزال الهدم. هدم شو؟ هدم بيتك بكرة الصبح تنفيذ. وشان تبغى أمورك؟ أما أنا تروح أنت بغير إذن. أنا عبيت مأمور. وأنت لا مأمور ولا غير مأمور. بتقول لجماعتك يهوها. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا بده يهدوا فوق راسنا مو طالعين. وين بدي روح أنا والعيال؟ ولي على عمتي. ولي علي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا علي يا بابي. جبتكم شردونا من بيوتنا. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقكم. تفضلي. مساء الخير استاذ. يسعد مساك يا ليلى. وال الكتب كلها توزعت. يعطيك العافيه ويستمو ايديكي. تعبتك محفوظه. لا يا استاذ الله يسامحك، انا عم ساهم توصيل افكار مهمه وهي كل الاجراء اللي انا بتمناها. انا كثير بنطلك استاذ. بس شبك نوال. عادي عادي تفضلي. في حابه انه في حدا بدي بعد اذنك يتعين هون بالموقع. شو مؤهلاته؟ ولا شيء. ولا شيء؟ إذا كانت مؤهلاته ولا شيء، شو بنلعينه؟ هي القصة شوي شخصية. طب أنا لازم أفهم. الشاب يلي ساعدني بتوزيع الكتب حابة يكون هون بالموقع معنا. هلا لأنه ساعدك بدك تعيني؟ الشغلة مقايضة يا نوال؟ لا يا أستاذ الله يسامحك، القصة مو هيك أبداً، بس الشاب حابب انه يشتغل، هو كتير شغيل. حبيبتي؟ مو بالضبط يعني. شو؟ مستظرفته وحابب يكون معي بالموقع. ايه يعني يتعلم شوية كمبيوتر، يقعد بيناتنا يسمع النقاشات اللي عم تدور بيناتنا، يتعلم منها يستفيد منها وهيك. بس هيك انا ولا احنا بنكون عم نشكل عبء على الموقع، ونحن بدنا ناس فاعلين. ما في مشكلة. بالمرحلة الأولى بنقول له إنه مرحلة تمرين وما ضروري ياخذ عليها راتب. بس التمرين لواحد في عنده مؤهلات يا نوال. أستاذ أنا بس بدي إنه يجي لهون هو فهمان إنه جاي على شغله، يعني بدي يتصرف طبيعية. بتعرفي قد ايش غالي علي؟ ما فيني أرفض أكثر. شكرا كثير. بس شغلة ثانية كمان بعد إذنك، إنه يعني هو ما يحس أبدا، يعني يحس إنه جاي على شغله، ما يحس أبدا إنه ضيف. خلص ولا يهمك. شكرا كثير، انا كثير ممنونة يا استاذ. اهلين نوال. بس يا ريت تنتبهي عليه، ما يزعج حدا بالمكتب ابدا. اكيد عندي. اوكي. استاذ ايمت الحوار معك؟ بكره المساء. هلا رح نزل الخبر. يسلموا ايديك. على اذنك. باي باي. مساك. أنا جابر اللي بيشتغل عند الحكيم منصور. منصور عبود. الله يخليك ويسلمك أهلين. حكيم بعد إذنك أنا يعني حاب استشيرك بشغلة، بدي أخذ من وقتك شوي، شيء طبي يعني. شكرا ليلى. هلا إذا الواحد بده يتبرع بكليته شو ممكن يصير؟ ارفع من عندك، ارفع ولك شيل عندك شيل. يلا يا شباب، يلا يلا شغل. هو عليها 15 يا شباب. قرب صار معنا يا شباب. مبروك اليوم اتفقنا وحلفنا 100 يمين. خلصنا، سكتوا تراجعتوا خلاص. لك شو يا اهل الحارة؟ لك يا شباب، ولك على ايه اللي دافعوا عن بيوتكم؟ خليهم يحسوا انه هاي البيوت بيوت عن جد، مو بيوت عن كبوت حتى ما يجيبوا اي مشة ويقشونا. وين المراجل؟ وينك يا مقداد؟ وين المراجل؟ مو على اساس قبضاي. ساكت. هي حكومة لك يا ابو الزين، حكومة مو فصعون بدنا نكسر راسه. ولك عمي احنا ما بدنا نكسر راس حدا. ولك يا جماعة بس ما يكسروا راسنا. ولك القرار طلع
والتنفيذ بكرة. والله لو بتضل بتطبل على بطنك 10 أيام. لك والله ما بيطبل، قسما بالله العظيم يا جماعة ما عم بحكي هيك على الفاضي، بس مقهور وحياة عرضي مقهور من جوات قلبي. كنا مقهورين يا أبو الزين كنا. طب ما تحكوا ما تصرخوا. شو الفايدة؟ روح قد ما بدك، ما في حدا بيسمعك. خلص شيل عمي شيل. طب ليش لك أبو حسام؟ مين قالك إنه ما رح يسمعوا؟ جربتوا يعني؟ بجوز يسمعوك يا أخي، بجوز هذا القرار أساسا ما له علاقة بالحكومة، بجوز يكون من رأس المحافظ أو رأس رئيس البلدية. ليش المحافظة والبلدية؟ مانن حكومة؟ لا سيدي مانن حكومة ومانن دولة، وأنت بتعرف، لأنه كل مسؤول عما يلقلق للي فوقه وعامل حاله عما يشتغل. بس مشان شو؟ مشانه هو، مشان ضل لازق بالكرسي وثابت، مو مشاننا، مو مشانك ومشاني ومشان العالم، لأنه ما حدا مفكر فينا يا جماعة، ما حدا مفكر فيكن، ما حدا قال شو بدنا نعطيكن، ما حدا قال هدول المساكين اللي طلعوا من بيوتهم شو بدنا نصير فيهم. لك حاج بقى اسكت، طبوا لسانك، اسكت مالك ابو الزين، فرطها حاج. ما راح افرطها، بدي ضل احكي. لك اسكت بقى، نعمة، لك بدك تدخل حالك وتبهدلنا انت. لك شو هاد؟ ما في نتيجة في عام؟ شو هاد؟ تعال احمد، تعال معي يلا. شو هالزلمة هاتك علي يا عمي معه؟ مين؟ تعال. كيف احمد؟ ما في امل منك. شو خلاص؟ سامعينا ها؟ ايش هالحكي يا ابو زين؟ طيب تفضل. سامعينا طبي اغراضك وعلى بيت اهلك على السما طلقك هلا ها؟ بتضلك هنيك لحتى تقلك. واذا ما ضليت هنيك؟ بتضلك هنيك لحتى تفوتي. ايش هالحكي هيك؟ ابو زين خلص خلص. ما بتعصبني ما بتعصبني. هيك والله المشكلة ما نساوها. وينكم؟ شيل شيل. انا ما رح نقول اغراضي ها؟ ليكني رح نام هون قدامكم بالشارع. وخلي بكرة ابن مرة يفوت بالتركس تبعه على الحارة، أنا بدي واقف له. بس إذا إلي كرامي عنكم، إذا عن جد بتشوفوني ابن الحارة اللي بعمره ما أذى حدا فيكم، وقفوا معي، مو مشاني، مشانكم ومشاني ومشان أولادكم وولادي. يا جماعة الله وكيلكم، ما فيني أعمل شي لحالي. أنا ما حدا بيد، ما فيني اعمل شي لحالي. لك ما انا طول عمري لحالي، بيت قالي لحالي، دكانتي لحالي، حتى معمرتي لحالي، واقف هيك بالدنيا لحالي. بدي اياكم بس توقفوا معي هالمره، ولو مشان الله يا جماعة. لك بوس ايدكم، ولو رغم كل شيء عملته ما قدرت إلا ما أدفع فاتورة المشفى. شلوني معك؟ هلا بشرفك، بشرفك معقولة تضرب ابنك كرمال وحدة شرشوحة بتشتغل عندك بالمعمل؟ معقول تهين ابنك قدام كل العالم؟ بجوز كون أنا زودت شوي بخصوص تسليم المعمل، بس انت جرحتني، جرحتني قدام الناس وخليت اللي يسوى واللي ما بيسوى يتفرج عليك وانت عم تبيع ابنك. بجوز كون انا طايش شوي، تحملني، ايه تحملني، اما مو تخلي كل العالم تدوس علي. مو انت كنت تقلي انه الكبير لازم يستوعب الصغير؟ طيب وينه؟ وينه هذا الحكي؟ ما تستوعبني، استوعبني، استوعبني واعطيني حقي من ورثة امي، ورثة امي. اما مو تجي تقطع لسانك. من بكره اذا بدك تنزل داون بالمعمل، انا خلص ما عاد عندي مشكله، انزل داون قبل ما سفرك لبرا ونشوف شلون نحلل لك مشكله لسانك.
اكيد في عندهم حل لهي المشكله. صحيح اللي صار صار بيناتنا، بس انت بالنهايه بتضلك ابي. يا دكتور بترجاك تقلي، إذا ما بيطلع بإيدك تحلها قلي، بلكي بلاقي حدا يحسن. يا دكتور صرت قايل لك أكثر من ألف مرة، الموضوع شخصي، ما في شيء أمني، أنا بعمره ما كان علي شيء أمني يا دكتور. طيب ماشي، شكرا شكرا، لا كفيت ووفيت. إيه ما بده يلتقى مين يقدر يحل الموضوع. شو سكرتي؟ والله كنت بعرف شو كان اسمه. الله عزيز يا عزيز. شو؟ أروح؟ الله لا يسامحك، الله يستر قدرك مثل ما كنت بتخاف. لا بوزي، الله يسامحك. الله ايش سويت انا لك؟ الله ايش سويت؟ يا روح هلا ان شاء الله الاقي مواصلات على حالي. بعد انت تاني بعد. يلا 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 همي 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 اللي اخذت من عنده من البيت غرض يجي لعندي ياخده. لكل مين اخذ غرض من عنده من البيت يجي لعندي ياخده. الله يسامحكم. ايه انا اللي غسلت لك فراش. ما في حدا ياخذها لك اختي، روحي لك روح. الله يعمر بيتك. لك اخ يا ام محمد عم يهدونا هد ولسه بتقولي لي الله يعمر بيتك. تعي يا خالد تعي. روحي الله يحمل معنا. يلا قوم لحتى لي يساعدك بالغرض. ما بدي يقولهم. عود عود. ليش قاعد برا؟ والله قلت لحالي اذا طلعت الكنبايه وقعدت قدامهم هيك بالشارع وشافوني انه انا اول واحد واقف بوش الهد بجوز يستحوا ويوقفوا معي. ايه اول واحد طلع اغراضه كان خجلان شوي، نكز راسه بالارض وما حط عينه بعيني، بس بعدين كرت المسبح صار كله يطالع اغراضه ويسلم علي ولا كاني موجود ولا كانه في حدا. يا ابو زين القصه مو قصه قبضايات، القصه مع الحكومه مع الدوله. لك اخ يا جابر، اخ لو تعرف شو عم بصير جواتي. بيقول لك المتعب بس تشوف مصايب غيرك وتكون عليك مصيبتك.